شيخ الإسلام ابن تيمية ورحمة الله تعالى عليه يقصب سنة طوائف يكوحا إسلام كشيكتا دنا قيب دين تكمل واجب كل رقم واي أما شيء حارانا كتجل لجواي لدقالهم كودين مرتدين من كايون قال يم بشق كسوال وحين مركز سوق قيب إني طوائف الممتنعة امتنع عن نوعيه سه امتناع الله قال لنا إنه يهاب إنه صوش هيك ناي كوحدة امتناع الله قال لنا وحنا تلمان إنه يه امتناع يعني الامتثال ومركزي فلنت دينت يقول رقم كذا لا كروا حقا أن أروح ومكاس أود واعتماده أما عر وضن قالوا عرره أما أود من لا ترى أسكت دفاع عمرك عسكنية شرعنا كل رقم بلغة واي نك أسقى إنه مرتد يقال يا هيبة إنه صوم الرأي وحنا أسهل قتال سحابة لمانع الزكاة دقالك الله بعدنا ودقالك خوارج تلقى له ودقالك صدحنا وحوها بغادة خلاصة مرك وحي أهيد الطائفة الممتنعة وجوب قتالها ومجمع عليه ولا خلاف في ذلك بين الصحابة ما قال مسجالا معها بالامتناع بمجرد الامتناع ما قالوا بهيان والقتال دونه دون الواجب وارتكاب المحرم اسنا سيدي الراجحه واجماع الصحابه اسنا واجب اها وحوها اجماع محفوظه خلافكم متاخرين تام ودادها كلا خلافكم مساله اي كقبان معنا بدن كين ما هيو هنا واحد اعتبار لهم بين صوم الري اقرارك بالوجوب طيب مرك هذو مقر يهاي يهذو صن مقر أهين بوا إسكو حكم مر به هذو كده قالمو دون ذلك وكده قالمو تيب شو كهلا هاي حرف تأمل إجر رحمك الله الله كون حريست وحد إجت تصريح هذا الإمام إمام كان عدين تيس إمام تيمي أجي هذا وعدي في هذه الفتوى جواب تنضى إنه صوم مرة وعدي بأن من امتنع روحي كرب تومد ديدة عن شريعة حكم من شرائع الإسلام أحكام الإسلام ككمدة الظاهرة أي موقتة ومد أي تقان دين الإسلام ككتر سن كالصلوات الخمس سيدا شنطة صلاة والصيام سيدا صوم كأي والزكاة أما الزكاة أو الحج أما حج وكلي أو ترك المحرمات أما وحيابها الحرام يلو الله قاتكو كالزنا سيد الزنا وكلي او تحريم الدماء ليق انه حرام يهيب كربتومي واي اما محوهاي كرق مواي حق تركها والاموال هي حولها ابن ادم مسلمين توني حرام كايهم بالتزام واي او شرب الخمر اما خمرها عبتان كذب على كري واي او المسكرات اما وحيا واكل اما اندورياشا روح سرقاميه امر قاميه او غير ذلك اما انت وحن كاين محرمات كلا انه ننكاسي يجب قتل الطائفة أما أنه وري شان يجب حواجبية قتل الطائفة طائفة إن لدله الممتنع أي قتال الطائفة صح الطائفة الممتنعة كوحد كرب طيبة واجبة إن لدغا لم يلدل عن ذلك حكم كأسغى يدين تأيضا حتى يكون الدين إلى ضاعض يدين تردن بيوهاته كله دمانتي لله سبحانه وتعالى ويلتزم أي لازمان بمعنى أي قبتمان يكون رغمان وي جميع شعائر الإسلام شرائع الإسلام حتى يلتزم وحتى يعتقد معها وحتى يعمل ويفعل الالتزام وحلو جد العمل والامتثال والفعل سيد الشيخ قعد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى كتاب كيسة العمدة في شرح شرح عمدة العمدة للإمام ابن قدامة أي شرحي مجلد الكوبات كتاب الصلاة وأوشك قعد يا كشرحة الصفحة اللي احنا اللباط إلى وحكة ذنبية طيب ويلتزم جميع شرائع الإسلام إن كانوا هديب أهايم ومع ذلك مع الالتزام الالتزام كمعي سناطقين بالشهادتين هديب أهايم ويقول لها سي إيه لا دقا لمي كو هران كو هلا يعفن كو هلا شهادتين لمن شهادتين كو هلا هي أو توحيد ثانية أو صلاة يصوم أي بعض أحكام الإسلام إن يكون رقمان هرقليان لقواي وملتزمين كو كو رقمي فهان نقدين بعض شرائع الاسلام اسلام كاحكام تسقيبه كان كو رقمين
هاتو وحيسدين هاشا شاتين مربع هاتي قيب دين تكمل كرق ملقا ويا اودنا عسكدين نمنك ايغا والله دغالمي وانا قالوا وان ذلك مما اتفق عليه الفقهاء من سائر الطوائف السحابه فمن بعدهم وان ذلك عمل بالكتاب والسنه تاسو مركز شيخ كهالله يا وان ذلك مثل سقع او ان لا دغالم كل طائفه امتنعت عن شريعه من شعائر الاسلام كد شرائع الاسلام كريبتونتي ان لا دغالم وحاويان وشيء واجب او مجمعه اتفق عليه الفقهاء من سوار الطوائف السحابه فمن بعدهم سحابه لا قبل الى ان تقدم به وجوب القتال سوى النصوص المجمعيه وحي مختلف كحوها تكفير الطائفه بالامتناع والقتال دون ذلك كان با مختلف اها انت كدم بيسيبا وان ذلك عمل بالكتاب والسنه وحنصوم الروك لان من كان لا دغلم الله انه هي عمل بالكتاب والسنه شيخ وصوشر انت ايضا فتبين وحا عد هذه لك هذه كو عدنا يا مسلم ان مجرد الاحتسام كدغ بس لو دغى بالاسلام اسلام لو دغى اسلام كلا شيكتو لو مخامصدو مع عدم التزام شرائعه مع عدم التزام احكامه احكام الشرع اظن كو دقمين ان هرجلين هذا مسلم بان هاي يعرب كان وكور دين هيا ليس بمسقط انه سنريد ان بد اوغاتاي للقتال دغالك ان لو دغالمو اما لو ديلو ارنتا سور استاغي ميسو وانهم طوائف ممتنعين تا يقاتلون والله دغالميا قتال كفر قال لما دغالك ايوا خروج كبحيتان عن الاسلام اللي قبحي كما صرح سدو عدي به ارنكا ازغا في اخر الفتوى فتوى جبجبدي الجواب ابن تيميه جبجبدي بهذا الكو عدي بقول واد ويد بكو عدي وهؤلاء يقوليها طوائف ممتنعين تا عند المحققين علماء العلم قدراندريي اي سوغي وما العلماء كمذا ليسوا ميسن اهانين بمنزله البغاة الخارجين على الامام بغادة جمع باغ لما كحد قد بامام يا دوله كب حي وكلا الحكم ما هي وان من اسلام كدنا كب حي دين تدنا كب حي حير الاسلام كدغاي وي بل هم خارجون على الاسلام اسلام كي كب حين بمنزله مانع الزكاه مانع الزكاه بالدرجين كبوسين والله اعلم سيده الشيخ زويد هذا الكلمه تيميه سيده كسي عضو حاكمه قوله وكذلك كل طائفه ممتنعه عن شريعه واحده عن شريعه واحده حكم واحد اسكد احكام فربضانه وكذلك كل طائفه ممتنعه عن شريعه واحده من شرائع الاسلام الظاهره او الباطنه المعلومه فانه يجب قتالها الفتاوى الكبرى مجلد كلابات صدن يكو الى صدن يصدح وشككها الله مركز هذا الليل وقيام بدن سو الشيخ اوذي وحكو ختمي فاذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. طيب هدي حكم كاي دين تقيب كم اذا لقى قاتل الله سبحانه وتعالى شرع عيسى قيب كم اذا برلمان كي يمحو قل يا حيرك الى لي لقى قاتو جهاد با واجبي قتال في سبيل الله الى هوشو ضمب على اللود كتاب كيس سبحانه وتعالى. سداس الشيخ الفتاوى الكبرى مجلد كصدحات شنبقل صدني افر هذا الكورن وحاصو شنبقل مجلد لبات لبات باكي هوري صدني كو الى صدني صدح وحكل ففاهيي محو هاي دقنك ان دتك ودادها ام مسلمين تين منك لا دغالمي فجربها النقدين وحيابك لا كو خلط ان لا تغير واجب مسلم هذا مجموع الفتاوى مجلد لا تنسيت بهوش هكذا هل وحولي حتى قليها كو كج هذا هي هذا هولك لو هيستو ويقابك لكحون يهين ويذكر كلا الايلي يهين كوانا كدرني مرتدين تالا لجبن بولا لجبن انت مع سيدنا لقى قيب قادان ما هي والس كدي خير كاي جهاد كاي هلقن كاي وضان بالغو تاغيري وقال الرجل عنبور وهذا طريق السلف الصالحين والائمه المطبوعين رايقا وحا خلاف سما لو كوحود الطائفة المرجئة وهي خوارج خوارج وحيدة من نمان سافئهم بقول كيف بقول لا دقل قلي منه نمان من الألف إلى الياء أن هاي موحدة أون صحنين أو مطيع بارئ أن هاي أون سحر لهين لا بد تغيير من إليه وحين تاكسوا هاري وتعاون على الإثم والعدوان بين ذلك
ورباشي ميزان ومرتدين تنيو وذا دهن كليف عن لكن وحون سكية هاي لكن أن قال لما خود عين دقال خود حي كمان تغيرنا من نملة تغير ما يو لبش يعطين ويدين خوارج خوارج مذهب كذي وذا دي اعتصام باقاتي وذا دي اعتصام وحيدة هذين مجاهدين الصومالية جوجا وأنا المسلمين لكن نزعة تكفيرية فكرة تكفير بأكو جراء هذا يسيدا يهين هذا بقى يجي أمس صوم واسكم مت أيجي شريف مرتد واسكم مت أيجي محو هاي يقوليه مرتدين تاي الدفاع عن قال الله اسكم باب ومننا لما تاجي كره هذا مذهب الخوارج مذهب السلف الصالح ومحي ولا إمة المطبوعين وأهل الخير قديما وحديثا سيد ابن تيمية سوغر بل وحور وأصل من أصول الدين الإسلام سيد إن لا يولو ومن أصول ديننا لابد الروح يا سينتاز فيروس كرون إن لا تاجر الله يليه وواجب ديني طيب مرتدي وحدا الله ما يمحو هاي مسلم خمرة عبا كان خمرة عبا تاجرين لا سو مسلم قالوا بني طيب قال كان لقبنا هنا موحدين يا مشركين بايس هيا يا مرتدين يا غزاة محتلين السود دول وطن كيف حيوكو هايستا مركز ميزان كسارت هذا ترى هذا كلي قرب حارانا ويها لسلطورة قر يقيقي ويها لسلطورة منما يالا تغيرن هذا مذهب الخوارج مذهب كاللبات يا اصنام يشع كفة شلمي ومذهب المرجاء مرجاء وحيد لهن وليقى حاكم كاللا تغير لأن الخلفاء إلهي أود من رافة وحكا ستوي قلام بوا معصومون يزيد بن عبد الملك مركو الضمعي بعد وفاة عمر ابن عبد العزيز إنه طريق قد عمر كصعده أفرتن وأذبه وحي كرارتين إنك خليفة لود من دافع وحكس توصى ميبا جيرد وينيد جدك أوقاضي أتكا عمر أوقاضي وكس حي بدعدي وكس حي حقي ظلم غريب ومضى وكقبنا تصحيح أها تعديل كأها إسلام لصونه لي بعثة جديدة أها طيب بعثة جديدة أها وحيدة مايا يزيد وحد يليزا أفرتن وذات فقه وريشامة أيا وحي كدارتين وها وعلماء السلطة والدولة ممن يسبحون بحمد الملوك والسلاطين كوا أسكا إلالي كوا أدون كرغيوي هؤلاء قطاع الطرق أفرتن الحافظ الذهبي وسوغري في السير مجلد كشيء طمنات بك سوغري قد يدس 40 من المشايخ بأقسم بالله نينك خليف كي بقر كأنه وحكست الله ضعفيبا غض غفر الله ما تقدم من ذنب ما تأخر مركب واحد أنت وضيت لهن أفوفو عمر نهاس كل ابن هوليس جرى أرق أن لمرك نب مري بقرة كاه الرئي يهو خادم بيه بس إسكار دعما إسكار دقن هرو صعو نين كان كوها يدين تالا صعيو ظلم هلا قبطي يو شيك السنبي قد سدو كوغا أما عمر كوغا الخطاب أما خلفاء راشدين أي كوغا لو عليو هاوشا محمد كرتيد وحكى صوت ثميسان والغو دافي حلوين باكو سارا شعب ورنبا وضو خدمينيسا أولي إلهي بطورو سعيد هذه أو شاول سهل ما وأهل صوب بالله قل يا مرجال ما كذا كان كاسيلي إنك الدولة دا أما نظام كير لسك الدفاع ولا ستاير وبطلة للدفاع وسيلان للدفاع وليح كيلومتر للدفاع وإنا إلي للدفاع يا مرتد كازوين وقاعدين باب شيء أما أبصم أما الصومالي يتوب يا دكتور إلهي معاي وشيطان باقوس اللي ذي إلا الدفاع ودقنا مرجعوي نظام كل سكت بتهجن هذا هذا نظام وحوي ورأي المرجعة الحق بين رأي المرجعة ورأي الخوارج ضوائف المسلمين تدق على لمي وقوة تدق على لمي المسلمين تنكها لنا سيأكل خيرين بأكل تجارين هذيب مرتدين يا مشركين ولا صعدة يا موحدين يا مجاهدين أضحوا وأضحوا حقوق وانصتي أن قال لما قال سنين بل أن حقيقين كريم بقى وإسكتهمي يو أن دعوت إسكاء دقال قذاءات تراضا ما من الله تاجر ما يو رأي الخوارج كدهت وقد يأخذ الرجل رأي الخوارج من حيث لا يدري هو شاهد بأبضانته هو شاهد لسكي إلالي شيخ حور وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في آخر كلامه على كفر مانع الزكاة ابن تيمية مرخو كهل لها يي هذا الكيسي قبل قبديسي ولي بكو صاب سنة مانع الزكاة إن يقاليهين وحيجي هذا كان در سني كجرا مفيد المستفيد نوا كجرا لكن بهذا الحروف عن ابن تيمية كمهلين كل يمنيكونا بارا لكن أيما دعوة نجدوا سوق قوريين خلف أن
عن سلف وأنا أذكرها عين أيها أنا مركب مأمونون أمناء في النقل. طيب والحكم والصحابة تمتم حويل والصحابة صحابة لم يقولوا ما إسان دي مركي لدقى لم ينمانع الزكاة هل أنت مقر بوجوبها مر ما يسنت الزكاة إني واجب تاي أو لا سولي مرجع أو يدي أو جاحد لها مسوى ديدن تاي هو شاء الله اعتقاد الله بحماي ننكن في الكيسي وحو سميه أنكو هاي سنة هذا ورك النوع عاسة تفصيل كالنوع عنا اعتراض هو شاء مر ما يسنت مسمر ما يسند نن ممتنع أو يقاتل دون المنع اعتراض مقر متاي هذا رأي الجهمية ومرجعة الجهمية هذا أرن كان لم يحد لقم أغاني لقمنا هيو عن الصحابة بحال صحابة وحكة سوغان معها من أيسن سمينين بل قال الصديق لعمر أبو بكر عمر وحكويري رضي الله تعالى عنهما والله الله أنكو دارت لو منعوني عناقا وحرها دا إيدي قردر كانوا يؤدونها أي أقدن جرون يسين جرين إلى رسول الله لقاتلتم على منعها أركو بناكو يا الله عمل إيه فعل ظاهرة يعني من كان لقوق الله يهيكو قالوا بها فجعل أبو بكر وحكيل المبيح للدم ديقو ذو حبنين المبيح للقتال عفوا دقالك ذو حبنين مجرد المنع دي دكلي يكو دقال لا جحد الوجوب منع والله بقى أنا أوسق أن منع مقدور ممتنع مقدور عليه هي ممتنع غير مقدور عليه نينك أصوغ ممتنع تكل لقواي زكاة بيحي لقواي صون لقواي حارانة دا لقواي مقدور عليه رب الله سين يستطاب وإن تاب وإلا ضرب عنقه فإن تاب فالأمر واضح وما كان يداد وإلا ضرب عنقه أما أصوغ متك ممتنع وليبا غير مقدور عن لأوذ يمتنع بلحاقه إلى بدار الحر أما امتنع بالشوكة والقوة والسلاح لمن كان أيها الله يستفصل لمن كان نوع عازة الطوائف الممتنعة بالقوة وبالسيف والسنان وبالحوق دار الإمحاء دار الكفر حق أن أنتبر له هينين فرد يضافل واسكو حكم على التعيين بيقالوا إيه دار يضبو الرئيس والمرؤوس التابع والمطبوع جملة وتفصيلا وكفرة بالتعيين وقالوا كل قد ملح لقى قبنا هيا وحبال لو يدين ما هيو حتى نعنع لقى دقيسان ما هيو شو لو فيرن ما هي استفاء الموانع استفاء الشروط وانتفاء الموانع كيف تستوفي وانين دقالهم هاي سيد سؤال بقوة دين سيد ميزان أساري لا يستطاب ماذا حالة طابان هيا وانا هاو شاسنا اجمع الصحابة كون تمي قرآن كا قادة دقاي الطوائف الممتنعة هي الدولة دها هي وحس كحران الطائفة إذا انتصر بعضها ببعض كشخص الواحد في العقاب وفي الحكم وفي الاسم اسم ذوي لك القادم هاي إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين كل آثمين وي فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين أي كافرين وي لك القادم هاي جنودي عيدا كي شعبك هوش أدر بانتمي كي أوينا هوش أودي إذا امتنعوا بالقوة والسلطان اسكو باب وي على الرأس والعين بلو دزار هيا رأس على عقب واسكو حكم قرآنكو أطباع ذي مطبوعين اسكو راعي كفر يا قالم الدين الآنتا حق أن أود له ما كلا قال داري طوى دلالة الكتاب آدم من أبان طايدة فربضان وي مر بينه ففاين دونا أما سنة هذه اللوز واللابطو نبي عبد الله بن أبي السر امتنع وارتد ولحق بدار الحرب نبي هل دليل حيا ولا ميت في الحل والحرب لم يستفصل هل السؤال لم ويدين نبي هل ويدين مؤرا ما دام يا ممتنع فردا لكنه امتنع بدار الحرب ولحاق الى دار الحرب مكو عرري نبي حوري ما شاهد كو اركتان نينك هل دلو ما شاهد كو اركتان في الحل والحرب سؤال ويدي إيه في ريا هل قامت فيه الحجه إيه؟ هل استوفت فيه الشروط إيه؟ هل انتفت فيه عنه الموانع هل جرت معها العرنيون كانوا طائفة ممتنع ارتدوا قيل بقلم وانا دقال لمن ولا سوقبت ولا لم يستطابوا مرة واحدة استتابا لما ويديني شروط لما فيرنين تأويل لهم ايقن نبي وقمتوا ويستاقي وقري ولا لي ورغم كان نبي محمد في الممتنعين اسكا إلالي وهذا مذهب الصحابة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مركو يجري وذلك نبي محمد وحيدا معينا إدلان
عقوم بان كوب حصدي نبو عيدا بوضمي ما دام الرب بين الحارث أي زكدين الديدين إرجع النبي ودرنا إيه الدليل أنا إسكت ضايعين واسيد أصوب الشجع هذه النبي وظاهر بقول نقل أيضا ب النبي ودمي خالد بقولي بحول نمن كأوين أتوقع لجابس هل دمي يهل رح أيضا بودياري النبي أيضا كوبحي أيضا كورير كنشر دجان لها يوم وفت الله صادر بإسكوريم الطائفة إذا امتنعت عند محمد صلى الله عليه وسلم وإن لقوما ذوي لا تستفصل سؤال مجرد أيضا كالله دمها يا وكذلك الصحابة إجماع الصحابة أنت أقوف فلان فرد لحكم وقوك يعني أو محب الله ويدين عبد الله بن أبي صر حداد دي, دي عمه العباس عمه العباس نبي يقول له سعودي طائفة ممتنعة كافر وقالوا له سعودي ودعا الإسلام والإكراه مانع أوين مجمع عليها والإكراه فقط ويحكى له خلافه مانعة أما شرط أوين الروح قال لما كنت على غفر نهيه مختار ميو مدورتي مسوى درقني هو الله قصبي وهي عباس وحوشة دجال كبدر إلا سوى قصبي حق النمص موها لسيدا يو حوان على قادم نبغوا فعاملهم معاملة الكافر على التعيين طيب هوشة سياس كله جوين ما ادعاء وش إسلامي ما لقدر يسن محايا اللي أنا ظاهرة يكذبه هذا مسلم طيب محايا قالك زور راعي أتقاشان كنا وقود ضرورتي والله سوى قصبي هران محل لقاه لواي طيب ورك هذا محل له لواي الله سوى قصب لقاه دقيس الماية هذه الموانع في هذا المواطن لا تقبل ادعاء بينوي فردا وطائفة إذا امتنعت بالقوة وبالسيف أو بلحاقها إلى دار الحرب جملة وتفصيلا وكفرة مرتدون على التعيين وقتلهم في النار وهذا إجماع الصحابة وحكوي كوي مت هدي الله يو مركا دينار قالها يعني كده قبض بعد هدي سك على قبض بعد كده من أول إسلام كسوع عضد كمان نقاشين سدع عباس وكله وحكوي إجماع الصحابة مانع الزكاة مركو الصحابة يو حسين من كان الزكاة الديدة حق إن إسم بحنين بحن تادي نينك قط كان يحوك هذا قادم مويين أن فود للودين كرين صحابة دخل بإعلان صدق ويقوم هذا طيب صحابة وحال الله هيا إني خوارج يبغاد كلا قادين وحال الله هيا بغاد يمرتدين أي كلا قادين وحال الله هيا إن راسفين يرجمل يخوارج أي كلا قادين لكن الصحابة عندهم صاروا سيرة واحدة في مانع الزكاة وفي المتنبئين وفي طليحة الأسد وفي الأسود العنسي وفي سجاح وفي مصيبة الكذاب أبدا كوا أسكوب بابوي مانع الزكاة متنبئون الذين ارتدوا على عقابهم الذين رجعوا إلى عبادة الأوثان كل خام رام والسكوت جبي لأنه طائفة مرتدة ممتنعة بالشوكة والسيف والسلاح عمر أبو بكر محيوري مركي التوبات كان يسود جبيل قيم مانع الزكاة متنبئين كل حور كو وحلقة دورتان إما الحرب المجلية وإما السلم المخزية لا وضع كلا دورتا أما النبات قليو أي كد اللي يستدورتا أما محوة هاي دقال إذن بابيو إذن رراه ووركي نعد أي اللي فيه نقراه وحن نغضان أي عدادو كد على كلا دورتا وحدي إن دقال كأسوق مجلقة وانقرنا ودقال وان صوتها واني وانقواني مقدير ما نسكد حالي دقال هذا حيسو مقبني نبات قليو ده نقود اللي يسنو شرح حولي كو وحي مسلم آد الشيء إذن كل شيء دي مكتسبات بحانيسان قرادي يشهددي يا ماما كل ماضي يا رجل كل جهاد ورن من بداية لنا مقطع ذي ربحنا إذا قرنا يبى للابو وحي هنتي أن نجح صاريسين أما نجح دم تود مقدر بيسا أنا وحيدين لما قدم لا هنتي ولا رجل ما ذي قرر لما تود نار بلا حد لنا يا لب صدق حلق رزان وحي نجح دم تني أهل الجنة يجين قرأ هذا كل واقع وحكى سوى أنا نجح شيء من أهل الجنة إذن كنا وحيدين كنا ينادي وحلق رئيسان أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار هل سنو إن لعضة الرعضان إيا قيلة إيا فردها الرقضان وضبنا أنها وريكتان قولوا في عمدة يكرتان ضدك مسؤول حقا يكرتان طيب من أنصر لدتو كتان مويل ضدك رانتلان بأن نقون إيسان أول لقم يستو إلى أن هو سنو تودن مربا مسوى النقاض إيسان أولها سوء أبو بكر مريس حاول ودن بعد إيسان وحال النعمة ما رأيت ونعم الرأي
لكن هل مسألة كوكا سنة مالك أو بقرو هل مسألة صحابة قرعة يقولون عمر بافرتكت وروحك لواسدة شاكتي لكن مقتا شهادة ضماتي مقملها مقتض على الله سبحانه وتعالى دين يدفع دينيت يسلانم ويجهادن وشيدين نفتض الله يكيب سدين مقتض أجركوض الله وسارين هاي قالت قريش واغان كو جهاد جري نكي نقدم مقبل لك قاجر مايا وكذلك المرتدون نكي الدلان والله مد هؤلاء وشهداء إلهي بهوسيا لان مق الدنيا لك قادر مايا أبو بكر الله إله وصحن وكو راعي هل كان مزالو عمر فرتك كتاقتي صحابة واسكو قرتي تفصيل كاس مقرب مئات هاي إيو شروط هلا ويدي إيو هذا هو جهل يا صفصطة يا نما مسألة فهن سنين وي يا مسألة أن فهن سنين وي طيب من قد قال الله مي إيه مجاهد كأه أما كوحدة جهالة يسكلية أيا لقى الربا إنا يهو بسطة نمانها قال لما كود عال بس أكود ولينا بالشهادة بالأخبار المتواترة بالعلم الظني أو اليقيني مربها تهو بسطة نمانها إنا يقال لما كود عال ويقاتلون دون ذلك بالسيف والسنان أو بالهروب والفراء إلى دار الكفر ما يشان كسو قارنو فرد قوضة ضائف قوضة كل دقل كالغردي لدين ما هيو رأيك وح خلاف سنة مجرا واشي كبر لي يحوون ما وحل الله بيستور رسائل أخرية أي مرجع قرية الجهمية وركود وي أو شو حفا فهي الإمام ابن تيمية الصارم المسلول مجلد كصدحات صفحة اللحب قوية كو إلى اللح بقول إيو طبعا لقى مراجعي وح سؤال أريد أن أنك قبل فرتها تكت فضل شيخ أدلة كبار شكت أيوة أدلة أن أمك مالبي زكاة كان إيو عباس موضوع ولا صحيح لكن أمك كبراني أنت ها إيو عبد الله ابن مسارح مع وقتكت شخص يكدو بأن أمك إسلام كبار سمع وخبطين ما كان طائفة ممتنع أمك كدر بأولا إيو طائفة ممتنع أنا ولا مدى غلب كويه محل استشهاد كذا فهم وارد بنت سلك موقت نين كان مسلم معها مسلم معها نين كان ما رد دوبي محاش رد له في رواي محانو كه الله كم هذا لين بس مثلا أنا كه الله والله مغنيد حلقة بنا تسلي عادي مثلا كه الله مركان ماشان أن 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 كبحي صحابة لما ويدن فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جهد جهد الوجوب أيان استراد مسألة ذي امتناع إن قال لي ما كان كهل اللي هل تستفسر سؤال روح من ويدين يا استاب ملية هاي موانع من اللي إيه هي قيام الحجة من الله فريدة بروبا حي أدلة أساسا أوكياني وحتى كقبتان كينا إنه منع قال لي ما يا مرة لقصوا النقاش لقون غن ماي نينكي مركة ممتنعة قال لي ما يكو قنطي هل نستتيبه هل ننظر في قيام الحجة عليه هل ننظر هل إن كان له موانع هل استوفت فيه الشروط وركاس وور لامح من العرب إن كان ممتنع سواء كان فردا الممتنع بالقدرة إن كان الله يا الممتنع بالقدرة سواء كان فردا أو طائفة دارية دبوا كفرة مرتدون بالتعيين استفسارا لو يدين ما هي مجرد أي قال لماذا نحن كوسق ناتو وأنه ممتنع بالقدرة تقول والله ونوع إما إنه كعر وقال أقله سيد عبد الله بن صرحي يوحي له المالة يا إما إنه سيد مانع الزكاة نين صفت كسر رسوية وسوء استدفاع كرا سيد عرنيين طيب لبضع بهدي وحرم محلنا هو كفرة مرتد على التعيين وح شروط اللي يجي يا وح استفسالة يا وح استطابة منا ملها ويقعها يعني رأيك أنك وحكا قبا فرتها تكتاعي انت ضد فرتها كتاعي سودة أيضا كأين هذا أنك ما نعزك دفع يقول علم فضل شيخ جامع عاتري ها الله يبارك فيك شيخ جامع هو شيء مهم هيا وانو قندونا شيء شد هاي أساس. أصلاً
ورع دادي سؤال إرشاد يوم هاي جامع وأسود أو ذهي ما أنا كلا فقام في الهاي الممتنعون بالقدرة خلاف كجرة قلي ما هي مقدور عليه قاصو هل يستتاب أو لا مسألة خلافي أوي مواجب استتابة مصنة مبنانتها ومسألة خاصة لكن استتابة الممتنع بالقدرة قولا واحدا لا يستتاب قولا واحدا لا يستتاب طيب على سبيل الوجوب وهدوسا قارنوا يمتيم حقوق إذا هدوسا قال الإسلام طيب أبدا لا يستطاب أدلة أن كان نبي الله بهين لقى جهيل بايري يودات بايري حكسوا عن ما يوحان ربعين إجماع أس لقى جواب يدل داس ولو سؤال واحدة لا شغل بلا تردد بولي صارم كعضية بلا تردد لكن حتى كافر كحرب ما دام مرتدك منتنع وأصل كحكم الكافر الحربي إن بلغت الدعوة عرض عليه لم تبلغ ولو بندقايا هذه سنقارنا ولو بندقايا هذه قارنا ولو بندقايا ما هي هذه سنقارنا ولو بندقايا توا مسألة كلي لكن استتابضوا ننك مرتد كا هذه اللي بلا ترد حبلا ويدين ما هي شروط يا موانع من اللي ايجي ما هي لأنه استتابة كيف تستتيبه وهو ممتنع بالقدرة كيف تدعوه إلى الإسلام وهو ممتنع بالقدرة وحد كل هذا قال لهم وحنا ديدنيا هاي وديدا كل هذا قال لهم يسا وحنا سيف بقاس ورس وديدنيا محاكوا الله يسال شيخ الإسلام هدو مجموع الفتاوى كل يدي والله بندق هيا صارم وحكل يدي لا يستطابون بلا تردد بلا تردد مركي إن هذا جمع سنين قال اللي قربه هؤلاء دي خصيصا ما لكن سنة دي يجمع الصحابة دا يأدل هذا عرض بمشة تالا هذا أقول له بتو هذا الكجامع يشغ إرشاد وحيلته هاي روح كما اعتراف سنو هذه واحد وضم ايو كما قنع سنو إيه وحما عنا بدن كيني ميسو الطوائف المرتدون يمحوها الممتنعون عن الواجبات وعن التزام ترك المحرمات روح ان قال لما كوهو بصني ان قال لما ذلك لجه هذا واجب ويما لم يطب ولم يراجع دينه واسلامه واجب كاسيها دي الدولة الاسلامة اللي هي رأيه لو يستاقي هذه دولة الإسلام اللي وهي مسلمين تا الدولة ده مسلمين تا هذا يذكر راعي ويا أن طائفة ضع يدو تاجني أهل جمي كرتها أهل جمي هذا يا أنت الرأو بالله كده طيب وحمرك كحرا دولة أما كحرا مسلمين إسرائي أما كحرا قبيل الصومال مجري الطائفة التي تستطيع الجهاد والقتال بان منك ورير ميل لزاري سيد الشيخ الإسلام متيمي مركا قاركوت أسقي حرتيزو أي روافد أورير جرين إيه النصيريين إيه الدرزيين تأوجي العنجرين وواجب قدرة إيه أود وقلب كحران شيخ حكاها الله حتى الدولة الإسلامية هذه جرته والدولة الإسلام كشيء حقها استاقوا الدقالم والجهاد ويدو وحاوه إيه أن لو جوجين ما هي حق حتى هذي ضيعه مسلمين تاوضا هاي زكاة هذي ضيعان مسلمين تاوضا هاي جهاد هذي ضيعان طوائف مسلمين تاوضا هاي ونفس الشيء دولة تاغن أي أنه هذي ضيعه أما عطشه أما أي كعور دارته قيل إبلا هو رجيته وإنه أذيغن هدنا الصومالي الدولة با كجرتا دولة بلارن وإن أدونك كجرين با كجرتا هو شازي إن الله سكين الله بما أها أدونك ميلي كجرتا ما أجرت لا في في أفغانستان ولا في غيرها نظام كالدينيد أما الدولة الإسلام كي كجرتا الصومالية قيبه ودو حكومة بانكه الله يعني ما أجرت ما نصومارين عالن كقرابة محقا شن بقولوا سنة واحد كده شن بقولوا سنة دي سكبت نيم طيب بركة يان ليش وريرين والدولة أنت يقطع إيه الدولة كا نينك دين تكبر إذا سيف بالغ بيرن هيا طيب هذه لو عقل وقرن وايو سيف بالغ بيرن بحث يا وحاك يعني وإذا داء مثلا هذا فهن سنة وإرجاء أي سن أقول وكل دوبين يتجهم أيها كلا فهم واي الممتنع المقدور عليه يا الممتنع بالقدرة غير المقدور عليه قد قال لم يدون المنع كأسوق
استتابه لم يقم عليه دليل، بل واجماع الصحابه انه لا يستتاب، وسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ادله الله هو كافر بالتعيين، وطائف تابعه هي مطبوعه لك على قادم هاي. اما مركم مقدور عليه هاي هذو راعيه أما مدحوينه أما قدوميه أصو قال ما كرعه خيرك يا شعب كغوس جوا مقع أورك اللو ذاك هاي كحكم نقول ما هيا ولا ودي محله يمحو أما مدحوينه إني قال لي ما أصو كرعه ورد باشي محات كلي دين بريبا كنا هاي حكم كذي قضان هيا أصو حكم قسو قضان هيا. وهذا والطائفة التي رؤساء يزعمدوا أي قال لما كرعين رعيه يا شعب كغوس جوا إذا كفر الراعي كفرة الرعي أورن من، لأن هذا هو عند القدرة والمقدور عليه. لكن ما كان لنا إذا كفر الراعي كفرة الرعية أي شقين قاعدة سحوي، وعند الامتناع بالقدرة. وطائفة إذا انتصر بعضها ببعض كحكم الشخص الواحد بإيقاظا ساسع وجدان. وإن لبعض المسائل لك لفهم أدل لك لفهم واي والرهبل ما لحيز قال لما يكون عظيم شعبكم والله الحكم بعد ذلك كل سوء استاج إذا هوش أسن هذا اللقاح في رصده. طيب مسألة أنت أسن أوجد جيدة ولي إنك إشكال كقبها سود دايو شيخ جماعي الله يبارك فيك. وقد روي وحال لوري أن طوائف منهم كو حكم مذا مانع الزكاة كانوا يقرون وحيا كوقرة بالوجوب. عمر فضل شيخ من قال ذلك؟ ابدا. ابن منذر اجماع بسوق رياسو ابن منذر اجماع بسوق ان من كان الا الله او لا شارقي او لا باب شيء لو رقمي سيدا قال لي بسوق وريي. لكن حكى نقاشي مقع مرتدين تا مرد حقيقيه سواهده بالاس بوكا نقاش اجماع وحسوق وريي ابن منذر وحسوق وريي ابن عبد البر وحسوق وريي قاضي ابو يعلى في كتاب مسائل الايمان وحاسوقري أبو بكر الجساس وحاسوقري الشيخ الإسلام ومن أعلم الناس بالخلاف والإجماع على طالس قمال لقوي حافظ ابن حجر في الحباري خلاف بوت الماما وهو مرجئ مرجئ في مسائل الإيمان إسكا إلى أليان لقوين مركب مرجئ هذا إيا جهمية هذا مسائل كان أصل كالدين تا إسكا إلى أليان لقول ليحيد نمان نزاع متأخرين تضنبي إجماع حروق تمي تارك الصلاة أو مجمع عليه عند الصحابة باقي الله سكو خلاف خلافك الله يعتبر خلاف جرم معها في ميزان الأدلة ما كان لقاها الله بحال إجماع الصحابة محفوظة وحي خلافة وخطأ قطعا. لكن وذاديه خلط شافعي كمدي هاي ولو عور داري لأنه إجماع ميزان إلين. لكن عند الحجاج والمناظرة لا يعتبر هذا الخلاف خلاف المتأخرين نزاع حادث كا لا يؤثر في الإجماع السابق المحفوظ. سيدي الصحابة يجمعان على كفر تارك الصلاة كذلك أجمعوا على كفر مانع الزكاة المقاتل دون ذلك. ابن منذر امحوها يا خطاب وأهرينها وشان إثارية أصوم ومرجي في مسائل الإيمان وقال له أقيا أخريا نقا أصقا مركي يالس كل لقينها وشان هذا جحد إيو امحوها اعتقاد إيو هولها صو الشرطية مسائل كاني يسو كوبا سؤالها خلاف كلام حسوب ما أساس سؤال شان سؤال سطحي وشيء عثمان هو شان ما في عين عاونات كنت معجرة نمان كان اعتقادكم مد عنوي أصل كم مسألة وحك يعني خلافكم وحول الله وانا إلى أصول المرجاة والجامع وحك يعني نمان وح لقوا قالوا عند المرجاة والاعتقاد القلب مانع الزكاة اعتقاد كفي الله ما هي فعل بيلي ما دون منعه سيمرك فعل لقوا تكفيري كان نقاش هيا يعني. وذا ده خطابي خطابي أب أوي أسوقهم باشي يا شيخ علماء كهل اللي مثل ورنا باصا وتعليلي وحنو أن بالله بين معها أدات صويها شه تعليل كأن كان وح خلاف سنة لك الحق في ذلك وحنكوش هيا مسألة ذا الأسبوع يحوي ما دام مانع الزكاة أي سن جحدي اعتقاد أي سن لا يمنن شيخ محيولة يا هي صحاب مر إنها أنتم مقرون عقود الماما ما اخذ كم مساله ذا الاسبوع هيو مقرون جاحدون. اذا ما دام ان من كان مانع الزكاه يا تارك الصلاه وسن كدعين وح اعتقاد قلبي وسن كدعين وسن جحدين وجوب الصلاه
أو أوسن جحدين ديدن وجوب الزكاة أو وحو يهي منع يا ترك أو فعل مجردة كيف أذ فعل يا منع أذك أو تكفير زنوي وحن يسكو إن أهل القبلة لغو تكفيرين محوهاي بذنب ما لم يستحلوا وهؤلاء لم يستحلوا اعتقاد قلب اللقمه صادر ابن تيمية وحوليه علماء وعلم أن من قال من الفقهاء إذا أقر بالوجوب وامتنع من الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه فإنه دخلت عليه وذلك إقرار كلاس البوذي يهولهاس دخل عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجامية ما أخذ قصيدة أسوي مرة بعض حوليه وعلم أن التفريق بين المقر بوجوب الصلاة والجاحد لوجوبها وتكفير الثاني دون الأول فروع فاسدة لم تقل عن الصحابة مركا مجلد كلباتين اللبات صفحة أفرتني سديد مجلد كتضبات صفحة اللي حبوا تمين اللي حكفيرية هول هوش وسداس ويحبها على إني وعويا لمن كان فلب يكون عين مجلد كلباتين اللبات صفحة أفرتني سديد تضبات مجلد تضبات اللي حبوا تمين اللي مجمع الفتاوى علماء مركا التفريق بين المقر وبين التارك وبين المتعن الفعل وبين المعتقد قال دخلت عليهم الشبهة التي دخلت على المرجئة والشيخ عضيني مركا حافظ انه حجرنا دوالي غانا قطبا لقوق العقيدس هذا نقول مشغول لنا خلاف كإنه جرو وقال لقا كينا وقنا لكن هو خلافا اعتبار الله اجماع صحابة كهري سنان محمد رمب خلاف سنياي ظاهر كتاب الله بخلاف سنياي لا اعتبار له لكن إن من حيث البحث العلمي اللي سكوه قال هذا وافي عن ضاي لكن عند التحقيق لا يعتبر انت من برنوك وجده حتى تكفير تارك الصلاة عند صحابة وحافظ أولي تكفير صحابة لتارك الصلاة إجماع أبو أولي مع أنه نقل الإجماع عن محمد نصر المروزي وعن جماعة من أهل العلم إجماع أن توصل لمن بهذا وحول وحلقة بل لعلهم أي تكفيرين على وجه التغليظ والتشديد إسكيل عليه هو شيء هذا لمن كان ينشغل رجت كل من وقد روي وحلقة وري أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب وجوب كأن يقير جيرا جماعة من مانع الزكاة لكن هسي شيء بخلوا بها ويكون بخيلين يخلون بها بأي قرآن يخلون صح ما كتب أصلك حقوجا لكن بخلوا بها بخلوا بها صح طوائف من مانع الزكاة وحيق بين إن زكاة واجب كتها إلا هو بخيلين إنما شحنا بأموالنا يا أبا بكر وكل هذين لقد يسموا هذه ومع هذا أيضا سداتاي ويوجوبك أقرايين فسيرة الخلفاء خلفاء السيرة دودو يقابك أولادق من فيهم في مانع الزكاة سيرة واحدة وهلدقا وهي قتل مقاتلتهم أصلك حقوق قرآن قتال وحقوق قرآن قتال كان في عن دل إيا دغالا ولا بكلا مثلا لأن القتال أوسع من القتل وهي قتل مقاتلتهم الشيخ مركز وحو قتل استعمالها حلقية بأنه صدوها هي إسداتها أما وأرك محل كان قتل يقتلك واسكمت لأن الممتنع بالقدرة أسوق الذي لقتال بس ما هذي لقب هذا ما راح يقولوا فنهاية هذو توبات كانوا لسكت دين ذلك لكن ولا دل هاي لكن مركو توبات كان قبل القدرة تبان للدين لكن بعد القدرة عليها هذو توبات كانوا ولا دل كرا علماء قبتوا للدين ما هي وهي قتل مقاتلة من تضد على أنت إن لا يو يا وصبي ذراريهم ما حصتوا إن لقفاشه وغنيمة أموالهم حوله إن لغنيمة يستو المحاي حول الله قدكت يوشهات إن لقره على قتلهم كوا للاي لجري بالنار النار إن يجلها يا أوشان أيضا الشيخ سيد الإمام فك الله أسرى وسدد خطاه وثبته على الإسلام والتوحيد أصوه شرح دير بوصرة هلا مراجع كتاب كيس الجامع في طلب العلم الشريف وطعيم برواه كفر عيني عن 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 الصحابة إذا الشهادة محوها بالنار اللي معين وامح وتكفير عينه أوي يسكع ضاي وبنان قيت الله وأنا هولك عضوي المتمين هورتي هوش قابك أود المامي ونقصه قوي وسموه محكوم قعاب صحابه مانع الزكاة يروح لها المالي جميعا رماه أهل الردة بيقول بحيان وأنا اسمي حقيقة على مسمى لا محوها مقع مجازئة سدوا الرب حافظك غير كين يسميه وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أن ثبته الله على قتالهم بعض التابعين يوحيد هذا هدي أبو بكر مالك أوصن أتكان لهين إله إلا مع عابدين بلادين حي إسلام خطر بقالي هدوصن أبو بكر أنتو أتكستو ويروحو أوصن إذا بها أصن لهين
او سيدا عمر اي صحابته اي ودين تالف الناس او يلي لها مرتدين بادونك سيطرين لها ولا بابي لها احد الها عبد الله اركان بلاد. اذا مواقف صارمه حاسمه اي لوب هاي مبنيه على العلم والاجتهاد بلوب هاي في عند النوازل والفتن هذا. لكن الطميع كذا ما ويده ويوصل ارجاء كودومته وتجهم كودونته كدمنا اثر هذا محاسل في نيمان شرحها يا اظن مطقها يا ودعها والله هي اصول المرجاء والجاميه لبك هذا انها يستوي ومدى باب اشيو. وسلف في الظاهر مرجع جهمي في الباطن وي. اما بوري وحاصر هي كركه وحكي هي سلفي وهابي موحد وي لكن وحم مطقها هي الاناء بما فيه ينضح مطقها واصول تجهميه ان بضم امتمي كها الله. كثير من المتاخرين سلف كي جعله اصول سلف بيد دفاع عن سيد ابو شقان يعني. لكن وحقول مطيب الشبه يا عقائد المرجئة والجهمية تعالك يجعلهن سلف كي أنس وشيخان ودفاع عند دفاع قرار. لكن عند التحرير والتقرير تقرير المسائل وحيث تقريرها يعني أصول المرجئة والجهمية وحضرنا يستوي. طيب وصموهم وحكم عابا كلهم أهل الردة وكان من أعظم كتاب كان ابن محوها الدينوري المجالسة وجهر العلم آثار بضان أبو بكر قصة أبسن موقف كقات مانع الزكاة يا مرتين نقابك ولا دقال لمي يا تابعين يا صحابه موقفك كيد هذين. يوم ثاني بقى لي ابي بكر مالك اللابات ابو بكر لوت يوي مالك قد الريد ويوم الحديبيه يا موقف استاجا درا ايمان لا يتزعزع انه رسول الله ولن يعسيه وهو ناصره برده عمر وكل رسولك الهي وي الهي عاصن ما هيو وين الرومين وان الراعني وحو حكومه حقه الان اوغرغر يكلح عمر حلو سوى حسود دول ما سانكو قضاين عمر ووي رحي أبو بكر إيمانك سوى ثابت. طيب شبير قلي ميس نبي وحو سمية الله صحن إيمانك سوى حقي ساكيني وحكا ستوى نبي وصمية عقليا عند بعض الناس هير قلو عصنا ذي إيمان أبو بكر وحكينا يا الموافقة عليه. نبي جوابته بحي أبو بكر أقيم بالوته جوابته كله بحي إلهي بأمري والرسول إلهي ومعصوم إلهي عاصن وهو الناصر الداب ولا يضيعه. هذا اليوم الأول يا أبي بكر ويوم يوم الثاني ويدين ويوم الأول وحوها يوم الإسراء والمعراج موقف فقاته صحيح هو يوم الإسراء والمعراج اليوم الأول يا أبي بكر عند الصحابة. اليوم الثاني يوم الحديبية مالك الوكرة بحي ويوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم موقف فقاته أفراد وموقفه من المرتدين أفرتان مع الموت. عمر وحدوج لليلة واحدة خير من عمر لليلة واحدة لأبي بكر خير من عمر عروة كجري إن قطع سنة إن قطع الوشة قد عروة كجري عروة وحول هل هابين أبو بكر أولي هاي أي عمر ضمك خير بضع أنك سؤتري يوم الإسراء والمعراج يوم الحديبية يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم المرتدين يوم اليمامة هدوس الموقف كقالان لهين بلغون الراعي لها كل جيد والله باب لها مواقف بلوب عن يعني يا مع هيد يوم الغرب يا كتك هذا المامور أبو بكر مامور إلا يقانو إيمانك يساحق بدنا رضي الله تعالى عنه. وكان أرن كاسي دقالك والله دقال الله من مرتدين تا يمانع الزكاة من أعظم فضائل الصديق فضائش أوليها أبو بكر مدة أوا وين بكتر سنة عندهم عند الصحابة والمسلمين ومحي وكان وحكم منه غير عفوا وحكمتها من اعظم فضائل الصديق عند الصحابه ان ثبته الله الى انه سقي على قتالهم اي قتال مانع الزكاه والمرتدين ولم يتوقف موسى كجوكسنين ابو بكر دقال كودين منك باب انتوضا كما توقف غيره سيغير كيو استاغي صحابه مانع الزكاه كم بيحقوا اسكو قبتين مويل كونك لقاوا النقاش با. طيب حتى ناظرهم الى لضوضي ابو بكر فرجعوا الى قول اصول لابتين. شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب صوت تعليق بوصل هذا الكلام حولي هي فتامل كلامه رحمه الله تعالى في تكفير المعين. ابن تيميه معينين تسوء تكفير الثيري بوري يا وشات عليه اذا قتل بالنار وصبي حريمه واولاده عند منع الزكاه فهذا الذي ينسب اليه اعداء الدين عدم تكفير المعين بوري. اعداء الدين والمرجئه بابن تيميه وتيريان انصن معينين تكفير وعاب كدرن با فوزان صالح بن عبد الله الفوزان مفتين الرئيس السعودي مد كمده
يوحو الشيخ الإسلام عبد الوهاب التيريي أنه لا يكفر المعين، وهذه سقطة راسبة وقد بقول عليه هو صحيح قد عليه كتاب بقول في تعيين في كفر المعين. محمد عبد الوهاب كتاب خاص بقول في تكفير المعين مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، وكتاب قصابا موضوع عزوية هدف كيزه إن يبنى أنت إلا تكفيرين كرو روح معين وهبل علي حصل جدا هذو كده عوح يكون متقالنم يا تكفيرين مركز الرسائل إذا قيبك أنا قريب هاي. وكان من مذهب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب أنه لا يكفر المعين، وهذا من هاي استوي وحيدا أصوشي لما نهشت العلماء يمحو هاي قامضوا إيه بلا تأويلها تحريف يتأويل بلو سمين هذا ما حلو أنا قال رئيس عدو نقان نمحو هاي شيخ ما هو شيء سيكل يحدث ما تقانن عاجم أفارقاتين من شرق إفريقيا كيمت ما فهم كرتان وأجد محيق لي علم باطني ظاهر هوله الرافضة طيب علم لدنيا وقاس دونك هو هاي وضع هو شين هذه المرة اسكو خلافين او هوش هذا مصحنه معايا لي مو هاي هسوقوري حافظكم سوقوري كثير من تيمين منهجك كقال منهج شنو كقال الله. لكن اشكالك سؤال وحاوي ابو بكر عمر وحود عليي رمان مرتدين تعرضتي لقاها هي يوحي كنولا حتى المتنبئين ما نعزك وحق قنوك مجرين هدي لورن لها ابو بكر عمر وحو علي ما نعزك عيدن كودي وحي لقاها هي يا هوين كودي عرضتو وحي كنولا ايو علي هدي لورن لها باشكالك وارد نقول لها. لكن جميع وحي لو سو قبتي حروب الرده المتنبئين طلح الاسد تركي ثقافيينتي ما نعزا وحي كنولا دكاس او دنبو شعبك المسلمين تا ياسو وحس كو افغرتين خولود ان لو عليو وحي لغا هايو ددكان لو عليو روايه كره عند ابن ابي شيخ حافظ كن او كينو وحولين عرب اني عرب غميستم في عينيه هذا عاجم با اله النسيو ري فروس با جباي او ري روم با جباي كو اسينو اديان عرب اسك سيدين غوانكو سدا سو اه من كلا قادين عمر ما نعزا كايو مرتدين تكاري ساس اوغه هلين علماء مركز انت سان كل كو اوغاي ورقل ها كتاب قوني وكتاب رمية ينن ولي مثلا يوم ما يزن دين وحدا بحن منا إن واجد أقول لكن أنا جو أنا أو بكرة أدي منه سمر دو سمالي ورك يضو بدقون أطمن تبرم ما يقول عن هاي موية وحي محو هاي لوحة لو محو هاي قيل أي كبت بدان لقري ودد كا مسلمين تانو مسلمين بينويين كركا إسلام بينويين وأنا مسلمون في الصلاة وفي الدماء وفي الجنائز والذبائح والأنكحة. لكن وحنا نقول هذا ودد خاص حلو قاعدين ما أنا مسلمين سمالي قالتها وحنا قال لنا وحنا نقول هذا ودد كوحة أو إلهي غير كعابودا قبورين طيب عم بقول حشغل كلهم بقول إذا كنا قدوه رجال قدوه وحاب شغل كل هاي نمن سياسيين أو شرع عادي بديدا برلمانيين شريف كي كوحيس قوانين الدساتير تقاضنية مبدلية الشرائع بينه كهلنا وكفرضوا إيه مرتدين توايريه وأن كل بقح إسلام كذا كشيء تكمله بلشدة وين المسلمين تصوماليا مسلمين بينه يهين وكجورسينا وجورينا جور على عيننا وكل حتكنا شبابكم من سومالي الله يان ويدح دقين يهيني مصدد دد قوني الله دقال عن سومالي الله يان شعبك ما مولا ما يقومالان مال دي صف قد وقضان كو قرار محمد نور عثمان محمد نور عثمان دي اللودي وماما كسو حولي سومالي وقالو رسالة وادة وقر حولي وقالو سومالي دو لكن لبانا حقيقين كريم بول إنه كفار أسليين يهين ونولي قود بإسلام كأسحين داري الضبو وإما مرتدون نيهين لكن لا تعرف تاريخ ردتهم بول ومرتدون لكن حلق الردود باللعباتي ما حد يذكره لا بضع رأي نين نوع عقبه يدين جوغات جرى أصدقوا محمد حقي جوغات ده مقرر جرى يا
قرروا فديا وقاس وهذه عصام كان ما أركان لكن ماش ما الحق يحولني حق يحولني حق ما حول له. طيب نينك أسوه هوش أسود نينك أمن سيا كاس حوش شيء طبعا بيجب كره الله دبكة يكون هيان شبابك حلو شبابك ودب بينه وهايان مساعد بينه جحران أنت صنن بينه جد لين قبلها ينتهي علامة بيدب وقوع ليان ردد يقال مد بيدب وقوع ليان أنت أص وحقش شيء كتير مرك إلى لحية طبعا قضب ويكون بابيا شبابك والتكفي كوحدة محمد العثمان وحولين مرك وحي تغين هذا شبابك ومفترق الطرق ودبرت كيد بيتغين وضدي الرهام على أوب بحيان سلام النقص بيتغين سلام النقص واتغنى ولا بد جديد جوية جد سيدا وصعداء يمتكلمك وجوية برتن مرك تغين حق النواد فيرين جد بقى إلهم فراني حق النواد فيرين سلام النقص بيده المهم حول وحي تغين حرق الشباب المجاهدين مفترق الطرق بيتغين وحي يكذب إما إني مران طريق أهل التوحيد والإسلام أساس كجدا مكت إن أنا نصور عن وإما طريق الاتحاد والاعتصام لبضع منهم بين غندو هذا لكن واتطرب أنا قلنا بابية مشركين بابية وحيهن لما قرن كربا يقاط لكن عما قريب وركضوا عدان دونابو إما إلى المرتدين اعتصام يحلها المالاء وسود أسوق أمزين هذه يتحاد وإما إلى أهل التوحيد وجماعة جماعة قرر جوكتاء أسوق بأكو ورس أسوق كأس سكت الليحي طبعاً قلنا كوب بابية إلى أمن كانوا وذاده مجاهين تكفير كقرآن أذك إنك كقاتوا كل علاجين ما الله يسان ما ديسان معكوس ما يسان طيب ضدك يدلانسي الله هذا يبدأ ويبدأ أي كده بعب صدي نمان كإن الله جماله يعني سيد السمتري الله جماله طيب الله جماله حتى فدقوا المقدور عليه على قاعة عمر ولا دله هي يا وارد ما نحوه أيه حلو دري لفساده موين لكفر معها وحنا كان خوارجتا يا تكفيرين تاني منك اللي هذا ده حقيقيين تاني اسك دعاقة كمان الله إنه نمنك هدي للدلة يفساد كل اللودي لكن لا تكفيرين ما على رأي جمهور العلم. وأما قتال المقرين عفوا حتى ناظرهم إلى أول النقاش أبو بكر نمنك أيها أول النقاش وفرجع ويوصل لابت إلى قوله قولك أبو بكر بيوصل لابت إنه حق هنا واركين. وأما قتال المقرين بالنبوة مسيلمة مسيلمة نبي النبي صلى الله عليه وسلم قرصنا إلى النبي أصول المسلمة كحديثه النبي قوله رمي إسنائيل نبي محمد النبي هو رسول الله وقلاية لكن وحيده أنه كان هو النبي مركز إسكود الصدى ونشهد أن محمد رسول الله ومسلمة رسول الله إلهي لما النبي هو التشريك بكوك الله يستعني من كان إن من إنكر الرسول كون رسول يا إما آي إنه النبي هنا ما يسن إنكر قيابا كميد وحيق بينه يا رسول القريش والعيو ريح جاز ريح قريش بالله صدره أنا قلنا ريح ضعيف بالناي لا قريش ريح ضعيف بسكو هنجر ولي ريح يامام بسكو هنجر ولي قمعوا هاي مدحتوية بسكو هنجر عربية. وأما قتال المقرين كوي قرصناء وقلالي بنوة مسيلمة فهؤلاء كواسي دقال قد يدل كود لم يقع مدع بينهم بين الصحابة نزاع في قتالهم لم يقع نزاع في قتالهم وحمرنا ينقاشة صحابة مدع حمارين المتنبئون المشركون المرتدون حقيقة لكن مركو روح على قبطي الممتنعون عن الزكاة بالقدرة أو بكر وهو عضيد لكمال فقهه وعلمه صدرت ابن تيمية وحويل هذا منهج سنة لمها أبو بكر الصديق والنبي خلاف ولو بسنة واحدة لا يوجد لأبي بكر اجتهاد يخالف سنة محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه اللي هلا هي اجتهاد أبو بكر اجتهاد عثمان يمد علي أو مخالف للسنة حرب عمر عثمان علي عمر عثمان علي اجتهاد بيليهن مجتهدين ويه قد خالف فيها سنة أما أبو بكر فلا يحفظ له اجتهاد خالف فيه النص. طيب محايا لي لكمال علمي اجماع بسوق رشاوة جمتين وقبله أبو يعلى يا جماعة أنه كان أعلم الصحابة إطلاقا في العلم الظاهر والباطن باطنا وظاهرا أعلم بوها لكن وحن حديث كسوء انتجارين ما بعمرهم با نبي يقول حكدم بالله بصنا يبرنا وليش زاد الله بصنا يحير انت انا دقال ايو حكجر حروب حرب الداخلي با كفر منكو دولو ديسي ودتشيي ايو حجابتي او عمر هدو حوهر دولو لسوغي مركو حواسو وتفرقي توسعة فتح يا توسعة ينقر الله تركي اوضا لك لجيده او بكر باكوه رحمة الدين يا حرب الداخلية اذا مركو حاويان فهمك اولها
أقونت الإيراد كذا وحيسة هشيد ربينه فما زون من كان وحيسوا وضع. وهذه حجة عفوا وهذه حجة من قال إجماع عن صحابته يسيرة أبو بكر يا صحابي كدم بسيقاب كم مانع الزكاة ورق مين المقاتلون دونها حجة من قال وأنقرت يديلك الروح يجري إن قاتلوا الإمام عليها على منع الزكاة إمام كي مدحوين هذا يقول هذا قال لما الزكاة الديدتان كذا كفروا وقالوا بهم وإلا فلا هذو مقدور عليه يا تبرع الله هين حبا وقا قضينا ورزكاة بحن ما يبحن ما هي وربح إن إن رب قبطة كقاضوي وحد اللي منس كديننا لكن هذو سيفت سرقت ما حل الهدي وأنا قال أنتوي يعني كان عندك الله ما هي موجود مرك اللقب تحولي هذو قبيه وقريه تغيب قصة مي أوض وحقوق يسكت دفاع عمله لكن مو بحسيبة العاق تقول بوق حلو في جدي ميل بكر ذا الأركين حق الله دونا كاسي ولا دلي نتيم حقوق الله يشرح العمدة بكفة فيا وش أيضا أسنوا ولا دلي عيا وكالمانع بالنقون هيا لأنه غيبة حلو بكرة قال من كاس صوما حلو بكرة قال بتغيب وسوي طيب مي قال لمضوض يويد خالهم إن لقريه اللي قلت ريو في أهل الردة دوك قالوا اللي قلت ريو دين تكن نقضي قد ثبت تكفير كا وحقوسك ناضي يدخل كاز باتفاق الصحابة صحابة إجماع عودي المستند عسكنا إلى نصوص الكتاب والسنة بعسين رنتي وشيخ وأنا هذا الكديم نتيم هذا كويل وتلزع بخلاف من لم يقاتل الإمام عليها نين كان خد قال من منعه أسوق إن لدلوه وقال يا هي أدلتكم عضو فإن في الصحيح فإن من الصحيح باقرا لكن في الصحيح بأن صدق نسخ كذا قريا فإن في الصحيح وحاكو سوغان حديث السوغان باللوجيدا حديث السوغان ولي بصحيح كذا اللوجيدا طيب الصحيح هذا إطلاق الشيخ الإسلام ابن تيمية طبعا وجد البخاري يا مسلم ومعنا أو بأحدهما وأما مسلم البخاري بس كإطلاق الشيخ الإسلام وجد فإن في الصحيح وحاكو سوغان على النبي أنه قيل للقويدي منع ابن جميل عمر بن نبي ولزكى صوروري ابن جميل بن نبي الله وزكى ديديبو فقال النبي حول ما ينقم ابن جميل ابن جميل مقون صنهايو الا انه كان فقيرا وفقيرا فاغناه الله الى حول زيم فقير بقصه كري حولي بقصه صهايا فقير بهانجري حو وحن دا دون هلي وقصه صيبه مرك الهي وحو سي او فقري كبد بادي انه شكريو والهي امها النقو وي حق لوغ يمد سي ثاني او فيعن ديباي اي إنه كوبا خيل ما هاي إلهي كوجر جاري كوفر الجذي إن أمها النقلة لجارها حوالي حق إسكبعس أسوق فقير أهاب ومرك دنا مك إلهي وحسيبه زكدي بديدي حقبة لجارها طيب عباس زو حاله زكيس نبي أنا بحنا يبو فلم يأمر ربي موسى أمرين بقتله إن لدل ابن جميل ولا حكم بكفره إنه قال هي موسى حكم لأنه لم ينتنع بقوة ولا بقدرة وفي السنة وحاق سنة قصة من حديث أبهز بن حكيم عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن منعها زكاة الروح الديدة فإن آخذوها وشطر ماله زكاة بأنه كقاضي إن آخذوها زكاة كواجبتي إيو حوليسة كالبرد قانا حان بالله قاضي زكاة تبحين ويني سنة بيكو قباغات وقال له قاضي إلا تبحين أوديد رب الوزين زكاة بأنه بحين حولها لنا نص كالبرد بالله قلت جبن نص بالله قاضي نص بالله قدين وقال علوس وديب دم بقول نقول ميزد وركذا بل بحن وعي حديث أبو داود بصوص رأي نسائي وأن حديث صحيح فتأمل شيخ دقور كلامه كلام ابن تيمية يو تصريح عادين تعادي بأن طائفة الممتنعة كوحدة كرب طونتي عن أداء الزكاة زكاة بحن تيضا إلى الإمام إمام كين يقيس كرب طونتي أنهم يقاتلون هذه الزكاة بحن جرتواقه بريان دنبال سوء عليا دبا وليه مجاهدين تمك لأن إمارة أنها زكاة على سوري جوز بحيث زكاة زكاة وان بحين جريبة إذا لأن شعب مع صوماليات إن بحين جريبة هذا وردع كرتا وانا أصل كانوا إن بحين جريبة ويا مسلمين خير من نقول حمبارة رقم كودا بل نقول حمبارة هي لكن وركت هذا يصوب بعض وإمام كيل هذا ما أنت وحلاق بالله بحاول كوا حل قاس نينك أن قال إن هذا حل قاس وكب حين نينك يصوب بحشين وينو كب حيو أحنا في حيدا وله كان سمي لأن الزكاة هولها يمالك ظاهر كي الزكاة إمام كي أسكله يدولة دا أسكله أضو سنة كبحنج ربيشة اللي بيطمنا دي عرفه بحنج الزكاة أيو حيدين رمضان بي الزكاة بحيسا ودا دي قوان سورقين رمضان
بشهر رمضان بس كذا الله بحين هيا أنا وحول كي لما قال أنا وانسو بعي هل كان أي ودادو شيء كان بالس قوته يبي دوام الأسواق فقاهي أنا في بهال كان برت ومذهب مركب أنفع هيا سياسة شرعية في الصومال أنفع هيا وي لكن مذهب الجمهور بحيلهم وال حسابها هيا واللود دين سود أسوق بحيل إن بعمله وقري ولا قادي أنا أنا وحول نضن الجمهور تيجي هذه إنا يزكى النقاب هل حل إنا النقاط ضمن ما أهبا إنا بشر رمضان زكاة قادنه والمحرم زكاة قادنه وهذا الجماد الأول مد قادنه بوا نضنه وحين مقتاي باهيدو هذه كرويس عطاي حاول كلا الدوان وحأنفعها يا فقراء المساكين تي باهيدو سكر ليس كسرنا كثيرة بعد بضم هكوا سكوا خلافات ده بيجو الجمهور تليين هذا واسك مسألة خلافية وحروج هذا لكن إن لقدر صاعقه يخلد وينه يقال إنه لا يغتفر وخطأ يا قندري أن لجور قميصه يمذهب العلماء يقرأ إنك سوحد لشذي فتأمل كلامه وتصريحه بأن طائفة الممتنعة عن أداء الزكاة إلى الإمام أنهم يقاتلون ويحكم عليهم حلو حكومة بالكفر قالمه يوردة الدين كنقشه عن الإسلام أي كلابتين وتصبى وحال قفالا ذراريهم عرطضي محصد هوان كذا وتغنم حال غنيم أموالهم وإن أقروا هبا قرين بوجوب الزكاة زكاة واجب هذا وعمل كي قلبك وعفو وقول القلب قول القلب ويكاس نمخو سي وصلوا الصلوات الخمس شن صلوات بهاتو كذين صلوات قوما هي زكاة لقوها هستا وفعلوا جميع شرائع الإسلام هبا صميا رمان أحكام الشرع وقرم بها لي مادين غير أداء الزكاة زكاة بحنت ذا وحن كأهي انت صدقوا إيمان إيسا وزي الشيخ زويري وكذلك كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة نفس الشيء وأن ذلك إن أضيح ورن أقلاته هل حكم موين كرقنك ما إنكريد ما كرقنك وي وأن ذلك ليس بمسقط للقتال لهم مركا كوا ما أنت أدونك جيو حكومات كي الدول كشيكتا أنت كفري يقال لما يكجران يا أنت أسباب الكفر والرد اسكوكو تغير وحل حسابك روا ما نمان كان حقوق آيان حكم واحدة أديهسي وأن ذلك ليس أنه صنعين بمسقط للقتال دعالك من الرد هيا لهم لا تقال لهم يا والحكم وأن ذلك ليس بمسقط للقتال والحكم عليهم اللي حكمه بالكفر قال لهم يريد الدين كنقشه وأن ذلك إنما كان إلا تكفيري وقال لهم اللي حكمه ولا لا تقال لهم قد ثبت بالكتاب وسنة سنة هي كتاب وقصنا الدلة يا واتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم والله أعلم وقال الشيخ هل كمان استقال هذا بالله توفيق